إن شاء الله تكون فتحت الموبايل يا رب ترد. ردي عم بيرن، يلا جيمري ردي. جيمري دقي لي أول ما تسمعي رسالتي، بدي إياكي بموضوع كتير ضروري ومستعجلة. شو مقعده لحاله بهالوقت المتأخر؟ مو لابس جاكيت كمان؟ معلم في عنا ضيفة قال بدها تشوفك. جاية ضيفة بهالوقت؟ مين؟ يا ميت أهلا وسهلا، شو هالمفاجأة؟ كم مرة دقيت لك وما عم ترد وما رجعت دقيت لي؟ لا تكوني مفكرتيني فاضي وما وراي شي، مشغول كل الوقت. شو بدك؟ احكي من الاخر. بدي سكر هالموضوع. برأيي طالع جمري اكيد بتكون تربيت بكفية هالقد. مو انتي اللي بتقرري، أنا اللي بقرر. دالهز قديش المبلغ اللي بدك يا مشان من بكرة الصبح حول لك يا اللي قديش؟ انت واحد ندل وواطي، مفكر حالك رجال؟ الرجال بيتقاوى على رجال مثله. نصيحة ضبي لسانك، اتقي شري أحسن لك. ليش؟ الحقيقة استفزتك؟ بالله مين رباك أنت وصغير؟ أبوك وأمك موجودين؟ مين علمك الرجولة؟ للأسف اللي علمك مو عارفان يربيك، شكله كان يضربك ويقسى عليه. كنت تبكي؟ أبوك كان يبكي؟ لا بابا ما تضربني، ولا ما تعيدة ما تضربني. تعي لهون وليه ونضبي جوا. اسمعي، من هون ما عاد إلك طلع. أنا مالي ناوي أتركها لحتى تتربى منيح وعقلها يرجع لراسها، هذا الشيء قراره عندي أنا. المصاري ما لها علاقة، مشكلتها صارت شخصية. على الأقل اسمح لي شوفها خمس دقايق. إيه؟ يلا. تعي امشي وراي.
كش، بعدي عني كش. مشان الله ابوس ايدك طالعيني من هون، بترجاكي والله ما عاد افتح تمي ابدا. مشان الله، مشان الله لا تتركيني، بعدك ما احكي ولا كلمه، بس طالعيني من هون. مشان الله لا تتركيني مع هذا المجرم، انا راح اموت راح اموت. جيمري طيب لا تخافي حبيبتي، طيب اهدي شوي، انا جنبك. امي تعي معي، وقفي بنتي. اتركني اخذها، انت شايف وضعها، سامحها وخليها تروح. لا، كان لازم تفكر منيح قبل ما تتوقح وتطول لسان علي وتتجرأ وتغلط معي. لسه حسابها ما خلص. اسمع، عم قلك بدي اخذها. اسمعي لقلك، انا ما حدا بيأمرني، بدك تشوفيها فرجيتك ياها، اذا حابه فيني خليكي معها. يلا تحركي، طول بالك. يلا نحن مو هيك اتفقنا. لا 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 يا ربي، لا لا. لا لا تتركيني هون، والله بموت. مشان الله خذيني. يا عمي يا ربي، دخيلك خد هذا، الجو بارد. يسلموا ايديك، تصبح على خير. فيك تقعدي شوي. كنت بدي نام. لو سمحت. بتعرفي انه الدلافين يلي بتسابق القوارب بتموت؟ ليش؟ لانه القبطان بيكون عنيد، لما يشوف القبطان الدلافين عم تسابقه بتعجبه القصة، بيقرر يأسرع، والدلافين بتعمل جهدها كمان. نهاية هيك سباق معروفة طبعا، بس الدلافين ما بتستسلم وبتضل مكملة لتموت. وأي حدا بيعرف إنه سباق الدلافين مع القوارب هو انتحار، لأنه القبطان ما بيوقف والدلافين بتكمل لتهلك. أنا حاسس حالي الدلفين يلي مستحيل يوصل لهدفه. ما في مجال تفكري توقفي تتراجعي؟ ما في شي. بلا بلا، في شي لازم تتراجعي عنه وتحكي. مانك شايف الوضع يلي وصلت له؟
شو ما كان سبب انفصالنا لازم تحكي. بحياته الهرب ما كان حل المشكلة. يا ريت توثقي فيني مرة واحدة، يا ريت. بوعدك وقتها كل شي رح ينحل، وثقي فيني. انتي قبطان القارب، ممكن توقفي كرمالي؟ إلا إذا كنتي أنتي بتشوفي أني بستاهل هالنهاية. لا 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 لا، أكيد ما بقبل أخسرك لو بدي موت. بدي قوم نام، الوقت تأخر. تصبح على خير. لا، يلي نحن فيه ما له سباق أبدا. لا أنت الدلفين ولا أنا القبطة. لا تقربي مني، لا تقربي بعدي من هون. كش كش، لا تجي لهون. يا ربي دخيلك، يا ربي لا 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 تقربي مني. يا ربي ما عاد اتحمل، رعجن رعجن. مين قالك تقومي؟ خليكي بمكانك. طيب حاضر، ما رح قوم، رح اعمل كل شي مثل ما بدك، وما رح قوم. مشان الله طالعني من هون، ببوس ايدك بترجاك. شفتي ما احلاكي وانتي مطيعة؟ شو يلي قلبك؟ معقول الفارة رجعت لك عقلك؟ يلا كلي لي امتين خلصيني. لا لا، ما رح تروح مشان الله. لا تتركني هون، بعمل اللي بدك يا، طالعني ببوس ايدك. تربيتي يعني؟ ايه تربيت منيح. ماشي لك، هان رح اعطيكي فرصة. جيبي الاكل وتعالي. شكرا كتير، عن جد شكرا. ليش ما دقت لي لسه؟ في شي ريحان؟ ما نمتي لسه؟ شو يلي مفيقك لهلأ؟ مو جاي نينو. عم يوجعك شي؟ لا أنا منيحة، بس ما أجاني نوم أبدا. يلا قومي صحصحي، غسلي وافطري بلا ما تتأخري.
المعلم تالهاز مو فاضي. خلصين يلا عادي هون. خلصي صحن الشوربة. ليكون ما عجبك. ليش ما خلصتيه؟ ما عاد بدي. شكرا. وعلى كيفك. مو نفس الصوت. كنت مفكر انه عندي ضيفة واحدة بس طلع عندي ضيفين. ما في مشكلة ابدا. انا كتير بحب استضيف الابطال. عامل بطل وجاي لتنقذ مرتك. ارفع ايديك على مهلك. ارفع. هو نفسه. جيمري وهذا الزلمة ليش سوا؟ سكر الخط. يمكن ردوا بالغلط. بس الصوت أكيد. يا ربي ما بصدق. لا بلا، هذا الصوت بعرفه. مستحيل انساه صوته بإذني. طيب بس جيمري شو إلى شغل مع هذا الزلمة؟ يا حمار، بتعرف شو كان صار لو ما أنا سكرت الخط؟ ها؟ تخيل لو صرخت. إمتى بدك تصير بني آدم وتشغل مخك؟ ها؟ داخلي وأنا عم صلح تخبيصكن. لك شي مرة شغل مخك؟ بس ما في أمل. المصيبة إنه الغباء دمك مستحيل تفهم. معلم، أنا كنت خلاص. ما تسمعني صوتك أبداً. الحمد لله كنت عامل حسابي. صورت صور ظابطة مبارح منشان ما حدا يشك بشي أو يستفقدها. ليك ولا، هذا آخر تنبيه. غلطتك الجاية رح تكلفك حياتك. ما عاد اتحملك. روح من وشي. نلع. روح جيب لنا شي يتاكل. العمى رفعت لي ضغطي. تحرك. لساتك واقف؟ ما بدي اشوفك. نبر. اجا دوري. محضر لك شغلي على كيفك. يلا تحركي. وقت الغسيل. ناطرك جبل من الغسيل. بدك تغسلي كل قطعة مرتين. قطعة قطعة. عم تفهمي؟ أنا لازم أتصرف. لازم أعمل شيء. ما بيصير ضل قاعدة هيك. لازم لاقي طريقة لأوصل لجيمري. يا ربي دخيل. ردي ردي مشان الله. هداك المجرم وجيمري ليش ممكن يكونوا مع بعض؟ يا الله. طيب اهدي ريحان. رؤي لازم اهدى واربط التفاصيل ببعضها. يا رب. أمير بسبب حضرتك قتل زلمة وصار مجرم. لا مو صح. ما بصدق. لا صدقي. هلأ لاحسن الحظ إنه أنا اللي شفته للزلمة وبس. عطيته مصاري وسكرت له تمه نهائي.
مستحيل يكون كل هاد صدفة. إنه هاد الزلمة يخطفني والفيديو تبع أمير، وإنه جيمري هلأ تكون مع نفس الزلمة، يا رب. كل هاد ترتب مشان اتطلق أنا وأمير. جيمري، معقول تكون جيمري قلبها أسود لهي الدرجة؟ المفروض تكوني فهمتي هلأ أني ما عم ألعب، وأنه ما عندي مزح، وأني جدية. لازم شوفه وخليه تفسر لي كل شي بالتفصيل. رح تتحاسب وتدفع ثمن كل شي عملته فيني. بدي لاقيها. وين ما كانت رح أوصلها. خير فيكي شي؟ شو صاير معك؟ يمكن كون عم بغلط، بس ما عندي حل تاني. ما فيني اتراجع وما فيني ضيع وقت، لازم اتصرف بسرعة. أنا بحاجة لمساعدة أمير لحتى أعرف الحقيقة. قولي. لا تسألني عن السبب أمير، بس لازم نلاقي جيمري. عم تطلب مساعدتي وبدها ياني ما أسألها عن السبب. بعرف إنه أنت مستغرب من طلبي، حتى يمكن تكون معصب مني، بس صدقني في كتير أسئلة أنا لازم أعرف جوابها، مشان هيك أنت لازم تساعدني لو سمحت. أول شي لازم نلاقي جيمري.